فات بهالقصة ما في تفاهم. هلا إذا بعنا أوضة نومنا ولا رميناها ولا بخششناها، الجيران شو دخلون؟ هن حيناموا عليها ولا نحنا؟ يا مطيع يا مطيع افهمني، انت ما بتعرف النسوان هون بالبناية كل واحدة عليها لسان. يا لطيف خليني سدلهم تمون، انت شو خسران؟ كلهم كم صندوق رح نطالعهم لهون ويشوفوهن الجيران. شو قلت مطيع؟ مستحيل الفات، مستحيل. ليكو هي بشو عم تفكر وانا بشو عم افكر؟ بدال ما تشغلي مخك مواضيع سخيفة مثل هاي، فكري لقيلنا حل كيف ننجب لنا كم قرش، ولما بيصير معنا مصاري ترجع بتتبهوري على كيفك. تعي تعي لك، تعي ضميلي الإبري ما عم تنضمنا. انحولت هات لشوف هات. بس يا مطيع انت ما بتعرفون الجارات هون بالبناية؟ لا بعرفهم، بعرفهم ألفة، وانت أكبر نموذج قدامي. قلت لا يعني لا، خلصنا. هذا آخر كلام عندك؟ ايه ضم الإبري لحالك لكان. شوف مطيع، الصناديق راح تطلع ان رضيت ولا ما رضيت، واذا سمعتنا ما بتهمك انا بتهمني، ومن هلا عم نبهك. ها اوعك توقف بوشي، واوضه النوم راح تجي يعني راح تجي، وهيك بعد سفرتنا على فرنسا راح نقلع عيون الكل. حاجه لسه عم يتوتوتوا بينات بعضهم عن بيتك للسياره، ولو ما انا رتيتك كنا تبهدلنا اكثر من هيك. بهدلي لك يا الفاف؟ وكيف رتيتي يا دخيلي؟ شو قلتي لهم على السياره؟ شو بدي اقول لهم يعني؟ قلت لهم انه الدكتور منعك من السواقه لانه مرتفع معك الكوليسترول، وانه لازم تمشي مشان تحرق الشحوم، وانك بعتها مشان مرامي وفدوى يعملوا لهم شي حادث فيها، وانه بعد 6 شهور رح تشتري واحده جديده. ذكيه الفت ذكيه، ليش انا كنت بفتكرك غير هيك يعني؟ اجت اوضه النوم.